خلنا نشوف خلنا نشوف. وليد الزهراني، انت تنكبني بمقالب، انا اوريك انا ايش اسوي فيك يا وليد. وليد 2018 اخر مقال انت كتبتها ليش؟ على السريع لا تقول لي او ما او اخر مقال. انا اعشق كتابه المقالات. 2018 اخر مقاله ليش؟ لان اول حاجه كنت انا مرتبط في صحف ورقه ما هو ورقيه مع الصحف. حلو. صحف خلاص ما عاد صار احد يتابعها. تمام. يعني برضو كنت متعصب شوي حتين زياده. كم سنه؟ ايش فيك؟ ايش تدور؟ دور مايكي كوين. مايكي شكله مع انبار بطل. اي والله طاح. يستاهل خصم صح يا جماعة؟ طاح عشان المقطع. ما يستاهل. طاح عشان المقطع. ها وخاطب زين اسلم لان الناس ما قال سالب. اقول انا كنت اكتب مقالات وفيها تعصب شوي. مهند النظافة كم عليها؟ نظافة عليها. ايه عادل النظافة كم عليها؟ 20. شباب وين القفزات؟ ما في قفزات. واذا في؟ ما في وين؟ واذا في؟ دورت. في شباب. شلون ما في؟ لا اشتغلوا هنا. عيال داسين كذا شو الاستهبال ذا يا عيال؟ في لو ان الواحد يدور ولا كان الواحد العظيم الحمد لله. هم داسين. الله يهديهم. الله ما فيكم قلوب. والله التعمد اللي من عندك. ما فيكم عقول انتم. ترى مو كذا الفوز يا عيال. لو انكم سالينا من البدايه كان علمنا. اذا اخذتوها اعطوها احنا ناخذها بعدكم يا عيال. يلا عيب عليكم. ايش رايكم فيني؟ دقيق ملاحظه لا؟ شوف شلون ادور لكم الزله. فنان ترى لا تدور زلتي وانت خابرني كبو. للاسف لا. زين شباب شيلوا القفزات اللي على الارض. هذا اسلوب حضاري سالم. اقول لك انا كنت متعصب كرويا واكتب المقالات بتعصب فكرهت الموضوع هذا اني اتعصب في الشيء هذا لانه مرض. زين تعصب في الكوره حاولت اني ابعد عنها بس ركبتك فيها اصابه كان فيها رباط صليبي وسويت العمليه.